والله بالنسبة لموضوع علاج بالألوان ده حاجة جديدة أول مرة أسمع عنها يعني. أنا فعلا سمعت على العلاج بالألوان ده كعلاج نفسي بيعالج الإنسان وحاجة جديدة تقريبا، بس لسه ما طبتش في مصر يعني، قريتها على النت يعني. نحن أول مرة نسمع عن العلاج بالألوان، وإن شاء الله يكون في مصر حاجة كويسة وحاجة عظيمة لمصر. أنا أعرف برضو إن اللون الأخضر ده من الألوان اللي هي أصلا بتريح حتى الالوان والابيض، المستشفيات اغلبيا يعني بتحب الالوان اللي زي كده، كان اللي هو اللون اللي هو الاخضر الابيض، الالوان اللي هي بتريح الاعصاب المريض يعني، بتسبب له يعني جو جميل يعني. وان ده هو يعني كده علاج صحي جدا يعني، كويس جدا، وان ده يفيد الجسم يعني. سمعت عنه كتير وشايفه اللي هو هيبتدي يعمل طفره جديده في العلاج بالامراض. والالوان عندنا من الالوان السخنه والالوان البارده لازم تكون موجوده، الالوان السخنه والالوان البارده عشان نحس بالاختلاف ونحس بالراحه النفسيه عن طريق الالوان. العلاج بالألوان وكيف يمكن العلاج عن طريق التعرض لأشعة معينة أو انبعاثات لونية معينة، وسواء كانت أحجار كريمة أو ده من خلال التعرض للأشعة، أو حتى إن احنا نلبس حجر كريم معين ممكن يبقى له نوع من أنواع الانعكاس على الشخص، سواء كان بقى نفسيا أو فيزيقيا يعني على الناحية الجسدية. هنشوف كل ده ونحاول التعرف على كثير من المعلومات عن العلاج بالألوان من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، الدكتور عبد الباسط أسيد، أستاذ التحليل الأطبية مركز القومي للبحوث. أهلا بحضرتك مرة أخرى وصباح الخير. الحقيقة حضرتك كل أسبوع بتكشف لنا أبواب مختلفة عن طرق علاج جديدة ومبتكرة، فالنهاردة هنتكلم عن العلاج بالألوان. قبل ما نتكلم عن أي حاجة حضرتك ممكن تعلق لنا على التقرير، يعني في ناس قالت إنها بتستريح اللون الأبيض، في ناس قالت تستريح اللون الأخضر، هل فعلا في حاجة اسمها علاج بالألوان وفعلا الألوان دي لها تأثير؟ وطبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في حاجة غريبة جدا، ان الانسان بيحاط بهالة، والهالة دي مكونة من 7 لون، والهالة دي بيسموها الاميشن يعني الانبعاث الحراري بجسم الانسان. والهالة دي لو حضرتك بالوضوء بتنتظم بالوضوء، معروف انها تنتظم بالوضوء دلوقتي، ان في عالم اسمه روبرت كينزي عمل حاجة اسمها سيرمال فيور، يعني كلمة سيرمال يعني حراري، وفيور يعني الرؤية الحرارية للانبعاث الحراري من جسم الإنسان. والإنسان بيجلس بهدومه حضرتك في أوضة مستطيلة، الضلع الطويل بتاع المستطيل بيبقى فيه 8 كاميرات، والضلع القصير بتاع المستطيل بيبقى فيه 6 كاميرات، والإنسان بيجلس في النص وبيجلس بهدومه، وبيعملوا الايه بيسموه ما يسمى بالاستشعار عن بعد في جسم الانسان. والانسان لو قعد في هذا الكلام بيدي 36 مليون لون، طبعا ما فيش 36 مليون لون، يعني اللون الاحمر بدرجاته القاني جامد جدا، والاقل منه درجه والاقل منه درجه والاقل منه درجه. فوجدوا ان هذه الهاله بتاعه الانسان بيبقى احيانا بيبقى فيها نقص في الالوان. نقص في الالوان. وبيبقى فيها مثلا لون شاي اكتر من لون، والانتظام بتاع الهاله دي ينتظم بحالتين احنا اتكلمنا فيهم يا استاذه بالظبط. احنا في ايه، انا فاكره الموضوع ده حضرتك قلت لي لما كان كنا ساعتها كمان بنتكلم على تاثير اللي هو مثلا قراءه القران او ما شابه، ان هو ساعتها الهاله اللي حول الانسان بتختلف وبيبقى فيه نوع من انواع الغلاف. ايوه فحضرتك الهالة دي أو الكرب أو الأيورة اللي بتحيط بجسم الإنسان بتنتظم بالوضوء، والدليل إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد خرج الذنوب من بين عينيه ومن بين أذنيه ومن بين يديه ومن بين رجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا محجلين من أثر الوضوء يعني مكان الوضوء والغرة اللي هي الجزء بتاع الجبهة، ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وأنا حتى قلت لحضرتك أن الوضوء بسننه وفرائضه بسننه وفرائضه بيدلك 12 خط من خطوط الطاقة،
يعني 12 خط مخطوطة، هم كلهم 12 خط. فالسنن بتدلك 10، قصدي الفرائض بتدلك 10 والسنن تكمل ال 12. ولذلك سيدنا رسول الله عبر عنها ازاي؟ يعني طبعا لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. قال من كان مع اهله واراد ان يعود فعليه بالوضوء. شوفي قد ايه يعني عليه بالوضوء، يعني شحن طاقه، كانه بيديله ايه؟ بيديله طاقه. وقال سيدنا رسول الله الوضوء على وضوء نور على نور. فوجدوا ان الهاله اللي بتنتظم بالوضوء دي خلاص دي حاجه مهمه جدا، ودي اللي خلت روبرت كارنزي وكل الفريق البحث بتاعه اعلنوا الاسلام. اه حضرتك حكيت لنا فعلا القصه دي لما بالفعل اتوضى وحصل اختلاف جذري في شكل وانتظمت ساعتها انتظمت الهاله دي. وبعدين قال الكلام بيعتمد على التكرار، ما تنفعش حاله واحده تكرر في 36 37 حاله. في ناحيه تانية حضرتك احنا برضو قلناها اللي هم بتوع ظاهره التليباسي، الاستجلاء البصري او الاستجلاء السمعي. قلت ان هم اثبتوا ان اللي بياكل سبع تمرات يعجوا في الصبح بالهاله بتاعته. انا ماشي على زيت الزيتون والعسل عشان نبقى متفقين، لو دخنت بقى هتلاحظ 100 100 ان شاء الله. حضرتك ليه الهاله ديت بتعمل ايه؟ بتقعد 12 ساعه. ولذلك بيطبق فيها حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من تصبح بسبع تمرات يعجوا لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. وقالوا ان عين الساحر او عين الحاسد لا تستطيع ان تخترق الهاله الزرقاء، وعشان كده بيعملوا طبعا الخرز الزرقاء. احنا طبعا نهينا عن اتخاذ التمائم، من اتخذ تميمه فلا اتم الله السبب. لان احنا التمائم والكلام ده كلها نعملها داخلنا احنا. وحتى انا قلت لحضرتك ان حتى السيده في وقت او البنت في وقت عذرها شارت تتوضا وضوءها للصلاه لانه شحن للطاقه، وفي الوقت نفسه بيعمل هذا الكلام، بينظم الجسم الاثيري، بينظم الهاله، بينظم ايه الايوره. في حاجه بقى اوجدها العلم دلوقتي. قالوا ايه بقى؟ ان في حاجه مهمه جدا اسمها الاروما ثيرابي، اللي هي العلاج بالروائح او العلاج بالاحجار الكريمه او العلاج بالالوان. ان لما يجوا هم يقيسوا الهاله دي دلوقتي بالجهاز